مش هقدر افوت طبعا واقعه الغش ده يا كابتن خواجه. يعني مين وقتها بقى اللي وزكوا في اللجنه علشان تغشوا وقت الامتحان؟ اولا كان هو كان ماده العاب القوه والعاب القوه انا يعني قلنا نجري نجري مش عارف 100 متر نجري 400 متر نجري حواجز ننط بس ارسمها بالحركه انا مكتب بقى وما نعرفش. فتابي مصطفى عبده كان عامل حسابه ربنا يديله الصحه يا رب. وكان طبعا حبيبنا والله كان دمه خفيف قوي. فهو جايب قلم كان في زمان قلم كده يتحط فيه واحده كده تعمله كده كده تظهر لك واحده مش كده تظهر لك واحد كده يعني. فهو حط بقى ايه الورق البرشامه دي حوالين بتاع القلم ده وقعد. فانا ايه مصطفى عبده بيكتب ايه ده؟ ايه ده؟ بذاكر يا عم انت بتكتب منين يا ده؟ انت ذاكرت فين؟ بتذاكر من ورانا؟ قال لي اسكت استنى يا عم مصطفى طب بس انا مش عارف حاجه السؤال ده اما خلص يا عم يا اما خلص المهم خلص. فبيديني بقى فاتقفشت. جه بقى واحد اسمه الله يرحمه بقى بتاع الماده اسمه حامد الاستاذ حامد الافندي. قال لك قفشتكم ده انا مستنيكم الصبح. الغريب بقى ان مصطفى وفاروق عفر كانوا في لجنه تانية. فالغريب ان انا اخرج انا ومصطفى عبده مقفوشين ويخرج فاروق عفر ومصطفى يونس في نفس الوقت برضو مقفوشين نفس البرشام ولا ايه؟ خرجنا. انا دي حصل فيها مشاكل يعني. فدي من الحاجات اللي كانت في الكليه بس برضو قضينا فيها اتعلمنا فيها حاجات كتير والله يعني. طبعا انا تربيه رياضيه تخرجت تخصص كره قدم فطبعا دي نفعتني بعد كده في التدريب اكيد. دي الحاجات حلوه طبعا في الثانويه الرياضيه. ايه بقى من الـ 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 الـ